السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. ثلاثة ضيعوا الأمة العربية. قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما أقول لكم هنتكلم في إيه النهاردة، حطها في ودنك وخليها معاك في عقلك كده وخليها في الذاكرة. ثلاثة ضيعوا الأمة العربية: عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان. مين اللي بيدير الثلاثة؟ اوعى تفكر إن كل واحد فيهم بيضار لوحده، لا، محمد بن زايد في ايده الريموت وهو اللي بيدير السيسي وهو اللي بيدير محمد بن سلمان. يعني باختصار محمد بن زايد هيودي السعوديه في داهيه. بص يا معلم، ما كناش نتخيل ابدا اننا ممكن نعيش اللحظه اللي يتم فيها الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل بعد اعلان امريكا نقل سفارتها من تل ابيب للقدس، وكده رسميا القدس عاصمه دوله الاحتلال الصهيوني. وكأنك يا معلم كمواطن عربي وكأمة مسلمة وكأمة عربية ولا حاجة، وكأن مليار واكتر من 300 مليون مسلم مش موجودين أصلا. هموش يا معلم، هموش بيعدي. في دول بتعبد العجل، الدول اللي بتعبد العجل واخدة حقها أكتر من المسلمين وبيتعمل لها حساب أكتر مننا، بس والله العيب مش عليهم، العيب علينا إحنا. احنا اللي وصلنا لمرحلة ان اي حد ممكن يعمل فينا اللي هو عايزه وهو ضامن ان لا حد هيتحرك ولا حد هيتكلم، لاننا اصلا ملناش ظهر ولا لينا سند. بص يا محترم، لما امة بيحكمها ابن سلمان وابن زايد والسيسي لازم تبقى النتيجة الطبيعية كده. الخونة اللي سلمونا لليهود وفتحوا بلادنا ليهم محمد بن سلمان، اللي اشترى لوحة المسيح ب 500 مليون دولار والفلسطينيين محاصرين مش لاقيين ياكلوا، هو ده محمد بن سلمان اللي عمل كده. وعندك التاني ابن زايد اللي فاتح بلده للخمارات والبارات والدعاره وبيتآمر على الشعوب الاسلاميه والعربيه في كل مكان في الارض، ده محمد بن زايد. والسيسي الكلب، كلب الحراسه المعين من تل ابيب وحابس نص الشعب المصري والنص التاني بيحكمهم بالحديد والنار، وفي نص ثالث عمال يتقتل في سيناء، اطفال عماله تموت وناس عماله تموت، ويقول لك العمليه الشامله في سيناء، عمليه مش عارف ايه، عمليه ايه؟ ده انت محتاج عمليه. بص يا معلم، هي دي اللحظه المناسبه لاعلان اسرائيل الكبرى وعاصمتها القدس. مفيش لحظه انسب من كده. في الوقت اللي بيتم تجهيز القدس لافتتاح السفاره الامريكيه او لافتتاح السفاره الاسرائيليه، السفاره الاسرائيليه بتحتفل بمرور 70 سنة على النكبة، وبتدعي مسؤولين وشخصيات عامة وحاطين الدعوة عامة للمصريين ولكل الشخصيات عشان يحضروا. أرض مصر، أرض مصر اللي خرج منها جيش صلاح الدين وحرر المسجد الأقصى، بتحتفل النهاردة بمرور 70 سنة على نكبتنا، على خيبتنا، على وكستنا. لازم الناس تعرف إن اللي بيحكمنا هم الصهاينة، وإن الحكام الموجودين إمعة مش عايز اقول لفظ تاني، حاجات كده بتتلبس في رجل الصهاينه، دول الحكام اللي بيحكموا الامه العربيه دلوقتي الا ما رحم ربي. الحكام اللي موجودين في السلطه مجرد عرايس دمى بيتلعب بيها، واللي بيلعب بيهم اليهود بيلعبوا بيهم من ورا الستاره. بص يا محترم ويا محترمه ويا كل مواطن حر ويا حرائر الامه العربيه ويا حرائر العالم ويا شعب السعوديه، بقول لكم فوقوا قبل ما مكة تضيع وإحنا قاعدين نتفرج. والله ما تستغرب الكلمة دي، طول ما محمد بن سلمان موجود والشيطان اللي اسمه محمد بن زايد بيوزله في دماغه ومعاهم العيل اللي بيلعبوا بيه في مصر اللي اسمه عبد الفتاح السيسي، والله ممكن نصحى الصبح ما نلاقي مكة. ما احنا كنا عمالين ننتفض ونقول القدس، وابدا مش هيحصل. ولما حطوا ايديهم الثلاثه على البلوره المسحوره ووقف الملك سلمان وجنبه ترامب وجنبه السيسي ومعاهم العيال زايد محمد بن زايد واقفين، وحطوا ايديهم على البلوره المسحوره وقال لك ايه؟ صفقه القرن، كله بيتنفذ واحنا قاعدين بنتفرج. تعالوا نشوف.